السلام عليكم سي الحواصلي، مبروك بعدا مبروك النقاط. اش ممكن تقول لنا بخصوص هذه المباراه هذه وكيفاش جاكم هذا الفوز هذا على فريق دفاع الحسن الجلالي في الملعب ديالك؟ الحمد لله كما شتي مقابله دخلنا عازمين باش نحققوا حتى ثلاث نقاط اللي تخلينا نزيدوا في سبورة الترتيب. داكشي تالينا في الشوط الاول عرفنا كيفاش نجيرو، كنعرفوا فريق دفاع حازم جديد فريق اللي قوي، فريق اللي كيبغي يقتل المقابله في الشوط الاول، عنده لاعبين في مستوى. التعليمات ديال الحارس الصديقي عرفنا كيفاش نسيطروا على المقابله. دخلنا في الشوط الثاني كنا بيان كونسونطري، عرفنا تكون واحد 15 دقيقه اللي شويه صعيبه علينا، عرفنا كيفاش نجيريو 15 مينوت والحمد لله كما شتي الهدف نفسنا وعطى واحد المساحات اللي خلانا نستغلوها في المقابله اللي خلتنا نزيدوا الهدف الثاني والهدف الثالث. قراءة جيدة للحاج الصديقي صراحة، مدرب لي في المستوى، مدرب لي بحال الأب ديالنا، حنا عائلة في المسيرة، لاعبين مجربين وبعض لاعبين الشباب اللي كنحاولوا ما أمكن نجرهم معنا. كنتمنى الفريق دفاع الجديدي الجماهير ديالها يعاونوا الفرقة، عندهم فريق كبير، فريق الدفاع حازم الجديدي فريق عنده تاريخ، دازوا لعابة في المستوى، هارد لاك ليهم وكنتمنى إن شاء الله حنا نزيدوا في هذه النتائج الايجابيه اللي تخلينا في سبورة ترتيب مرتاحين وناخذوا مقابله بمقابله. وكنشكر الجماهير اللي جات من المسيره على الحضور ديالها، ومره اخرى كنفيليسيتي الجمهور داروا مجهودات كبيره، شكرا لهم والسلام عليكم. شكرا.